معاكم سريعا ونشوف كانت المانشيتات النهارده في الصحف العالميه عامله ازاي. هنبدا معاكم من صحيفه ماركا الاسبانيه اللي ركزت على تعادل ريال مدريد سلبيا قصاد ريال سوسيداد في الدوري الاسباني وكتبت الكثير من ريال مدريد والجائزه الصغيره، كمان اهتمت بفوز الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطوله استراليا المفتوحه للتنس وكتبت جوكوفيتش يعادل رقم نادال ب 22 بطوله كبرى، كمان اهتمت الصحيفه بفوز اتلتيكو مدريد على اوساسونا 1-0 وكتبت ساول ارسل شرطه، كمان اهتمت بفوز منتخب اسبانيا بالمركز المركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد على حساب السويد وكتبت برونزية إسبانية تساوي الذهب. أما صحيفة سبورت الأسبانية فركزت على تعادل ريال مدريد وسوسيداد وكتبت تعثر ريال مدريد في سانتياغو وبرشلونة واهتمت كمان بفترة غياب ديمبلي عن برشلونة وكتبت ديمبلي يغيب 5 أسابيع، كمان اهتمت برضو الصحيفة بفوز السربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا مفتوحة للتنس ومعادلة الرقم رافائيل نادال وفوز منتخب إسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد. لسه مع صحف اسبانيا وصحيفه الماندو ديبورتيفو كتبت عن تعادل ريال مدريد وسوسيداد سلبيا تعثر ريال مدريد بلس 5 للمتصدر برشلونه، الصحيفه كمان اهتمت بفتره غياب ديمبلي عن برشلونه وكتبت ان هو يغيب 5 أسابيع واهتمت برضو بجوكوفيتش وكمان قالت ان هو بيعادل رقم نادال 22 بطوله كبيره. وفي انجلترا بقى صحيفه ذا سان البريطانيه ركزت على اقصاء ليفربول من كاس الاتحاد الانجليزي بالخساره قصاد برايتون 2-1 وكتبت هذا فشل وكمان اتكلمت عن روبرتسون يعتذر لجماهير ليفربول والصحيفه اهتمت باكمال نيوكاسل التعاقد مع جوردن وكتبت جوردن مقابل 45 مليون جنيه استرليني. نروح لفرنسا والكيب الفرنسيه ركزت على تعادل باريس سان جيرمان 1-1 قصاد استاد ريمس في الدوري الفرنسي، كتبت باريس سان جيرمان من الشامبانيا للنبيذ، كمان الصحيفه اهتمت بفوز الصربي جوكوفيتش ببطوله استراليا المفتوحه للتنس وكتبت نوفاك جوكوفيتش يعادل نادال، كمان اهتمت بفوز المنتخب الدنماركي ببطوله العالم لكره اليد على حساب نظيره الفرنسي.